اليوم عندنا اليوم الثاني من فعاليات قمة أخضر العالمية. قمة أخضر طبعاً تتضمن أخضر لاب، وتحت أخضر لاب في عندنا أخضر روتس. أخضر روتس هو فعالية تندرج تحت أخضر لاب، وهي متخصصة شوي بالفئة العمرية الصغيرة، يعني بالأطفال الصغار وتجاربهم بالإمارات. ركزنا هاي السنة على الأطفال الأجانب، مش الأطفال المواطنين، الأطفال الأجانب اللي بدرسوا بمدارس الدولة. زي ما شفت اليوم كان عندنا أمينة من أمريكا جاي، طبعاً عايشة هون مع أهلها، بتدرس بمدرسة بالإمارات. شاركت معنا تجاربها عن المواطنة الإيجابية وقديش هي مبسوطة بالتفاعل الإيجابي بالمدرسة واحتضان الدولة أو المجتمع اللي هي عايشة فيه لإلها، وتقبل للاختلاف وال شو بسموه diversity أو التنوع. Here today to talk about myself and explain myself and to be, and I'm the youngest public speaker. Expo is a fun place to be and to relax and to learn about other countries and cultures.